بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في صالات المطار، مطار سيئون الدولي، لكي نشرح لكم بعض الأمور حول هذه الصالات. طبعا الصالات تضم ثلاث صالات، اللي هي صالة الصالة العامة الذي نحن نمشي عليها، وصالة المعاملة، وصالة الاستقبال. طبعا توجد هنا بالمطار عدة جهات أمنية مسؤولة عن بعض من الصالات، كل يعمل على حسب المهمة الذي تكلف إليه. طبعا بالنسبة لنا نحن وحدة من الطيران بالمطار، فمهمتنا الأساسية هي تعقيم الصالات ومراقبة العفش وأيضا التدخل الغير مشروع. طبعا هذه الصالة صالة المعاملة التي يتم شحن فيها أمتعة المسافرين وأيضا تأشيرة الجوازات، ومن بعدها تأتي صالات المغادرة اللي هي صالات التعقيم للمغادرة خارج المرسى وطلوع الطائرة. الآن نحن متجهين إلى صالة الاستقبال اللي هي استقبال المسافرين. طبعا هذه الصالة أيضا معقمة، لا يدخلها أي مستقبل غير المسافرين فقط، ومن هنا يستقبل الركاب أمتعتهم بعد تأشيرة الدخول. طبعا تنقص هذه الصالة سير العفش، والذي نحن نعاني كثيرا منه. سير العفش مهم جدا لتسهيل مرور الشنط وأيضا عدم الاختراق أي شنطة مؤكسة تحمل أمتعة غير مشروعة من تهريب أدوية أو مخدرات. فالسير نتمنى أن يأتي بدعم من الحكومة، حيث طالبت الإدارة المطار أكثر من مرة وأكثر من جهة بتوفير هذا السير. فالحمد لله على الجهات العاملة داخل المطار التي تقوم بدورها وتسهيل وصول المسافرين إلى أمتعتهم.